السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم متابعين الكرام، متابعي قناة من الآخر خلاص، معكم محمد نور الدين. متابعين الكرام، ترتيب فرق الدوري الإسباني وترتيب الهدافين بعد نهاية مباريات اليوم الخميس 21/12/2023 في الجولة 18 من الدوري الإسباني. متابعين الكرام، انتهت مباريات الجولة 18 اليوم الخميس بعد هذه المباريات. قبل ما أتكلم عن نتائج مباريات الجولة كاملة وترتيب الفرق وترتيب الهدافين، أرجو من حضراتكم الدعاء لإخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم ادخلهم في سياح جناتك يا رب العالمين، اللهم ادخلهم في الفردوس الأعلى من الجنة يا رب العالمين. اللهم أهلك الصهاينة، اللهم أهلك الصهاينة، اللهم أهلك الصهاينة، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين، اللهم انصرهم على أعدائك أعداء الدين يا رب العالمين. متابعينا الكرام، اليوم الخميس ريال بيتيس تعادلت أمام جيرونا 1-1، وأخيرا وقعت جيرونا بالتعادل. أحرز هدف جيرونا أرتم دوفبيك ضربة جزاء في الدقيقة 39، هدف ريال بيتيس عن طريق جيرمان بيزيلا في الدقيقة 88. عندنا قادش تعادلت أمام ريال سوسيداد 0-0، مايوركا فازت على أوساسونا 3-2، و ديبورتيفو ألافيس خسرت من ريال مدريد 0-1. أحرز هدف الريال لوكاس فاسكيز في الدقيقة 92، اسيست توني كروس بعد الطرد اللي حصل في الدقيقة 54 لناتشو، والفار رجع تاني البطاقة. صدق اتحسب انذار بعد كده، يلا خير. هو ايه ده، هو عدل؟ لا ده كانت باين كانت انذار وتعدلت بقت طرد اعتقد. يعني على كل حال متابعينا الكرام، بدأت الجولة 18 من الدوري الاسباني يوم الثلاثاء 19/12/2023. رايو فايكانو خسر من فالنسيا 0-1، اتلتيكو مدريد تعادل امام ختافي 3-3، غرناطه خسرت من اشبيليه 0-3. ويوم الاربعاء برشلونه فازت على الميريا 3-2، واتلتيك بلباو فازت على لاس بالماس 1-0، وفياريال فازت على سيلتا فيجو 3-2. خلينا نتعرف الان على ترتيب فرق الدوري الاسباني وترتيب الهدافين. المركز الاول ريال مدريد 45 نقطه، جيرونا المركز الثاني 45 نقطه بفارق 7 اهداف لصالح الريال. كده خلاص الريال هيتصدر، الا اذا بقى حصل له حاجه بعد كده مش عارفين اللي هيحصل. برشلونة المركز الثالث 38 نقطة، أتلتيكو مدريد المركز الرابع 35 نقطة ومؤجل مباراة، أتلتيك بلباو المركز الخامس 35 نقطة، ريال سوسيداد المركز السادس 31 نقطة، ريال بيتيس المركز السابع 28 نقطة، ختافي المركز الثامن 26 نقطة، لاس بالماس المركز التاسع 25 نقطة، فالنسيا المركز العاشر 23 نقطة، ريال بيتيس ريال رايو فايكانو آسف المركز 11 20 نقطة، أوساسونا المركز 12 19 نقطة، فيا ريال المركز 13 19 نقطة، مايوركا المركز 14 18 نقطة، اشبيليا المركز 15 16 نقطة، ديبورتيفو ألافيس المركز 16 16 نقطة، قادش المركز 17 15 نقطة، سيلتا فيجو المركز 18 13 نقطة، غرناطة المركز 19 8 نقاط، الميريا المركز 20 والأخير 5 نقاط. متابعين الكرام، ترتيب الهدافين عندنا في المركز الأول جوب بلينغهام لاعب ريال مدريد 13 هدف، في المركز الثاني بورخا ميرون لاعب ختافي 12 هدف، في المركز الثالث ارتيم دوفبيك لاعب جيرونا 11 هدف، وانطوان جريزمان لاعب اتلتيكو مدريد، والمركز الرابع الفارو موراتا لاعب اتلتيكو مدريد 9 اهداف، في المركز الخامس انتي بوديمير لاعب اوساسونا 8 اهداف، وغوركا غورسيتا لاعب اتلتيك بلباو، وجيرارد مورينو لاعب فياريال، وانياك ويليامز لاعب اتلتيك بلباو، وروبرت ليفاندوفسكي لاعب برشلونه. بالنسبه لصناع الاهداف عندنا في المركز الاول توني كروس لاعب ريال مدريد صنع 6 اهداف، يتساوى معه يان كوتو لاعب جيرونا، والمركز الثاني اليخاندرو رودريغيز لاعب فياريال صنع 5 اهداف، واريكو لاعب ختافي، ونيكو ويليامز لاعب اتلتيك بلباو، ورافينها لاعب برشلونه، وسافيو ميرورا لاعب جيرونا، وساول نغويز لاعب اتلتيكو مدريد. متابعين الكرام، اشترك في القناه وفعل زر الجرس وعمل لايك للفيديو. كان معكم محمد نور الدين، نراكم في فيديو اخر باذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.